انتخابات 2022 مش على شرعية النظام، لأنه شرعيته سقطت هون وهون وهون وهون. انتخابات 2022 منا لاسترجاع القرار، لأنه مركز القرار مش بمجلس النواب، بس هون وهون وهون وهون. انتخابات 2022 ما رح تحل الأزمة، لأنه الأزمة صار بدها أكتر من مجلس نواب جديد. انتخابات 2022 منا الفرصة الأخيرة، هي واحدة من جبهات الاشتباك مع النظام، وهي مناسبة لخربة توازناته وفرصة لتنظيم قوى المعارضة. لا يجوز التمديد لأنه عمال يسلبنا حقنا. النظام بفضل ما يعمل انتخابات، بس ما في يتحمل كلفة تأجيله لهلا. الانتخابات للنظام هي أولا موجهة لبرا، ليجرب يقنع الدول الأجنبية أنه ما في بديل عنه ويفرض التعاون معه. والانتخابات هي تانيا للداخل، لصد أي اعتراض داخلي ضمن كل طائفة. وثالثا هي تفاوض على أحجام ضمن المنظومة الوحدة تيمهدوا للانتخابات الرئاسية والصفقات الجاية. الانتخابات أداة حكم للنظام، منا أداة ديمقراطية لتجديد الشرعية الشعبية، بيتحكم فيها وبشروطها. النظام هو بيحط القانون الانتخابي، هو عنده وزارة الداخلية يلي بتنظم هالانتخابات، هو مسيطر على العسكر والأمن يلي بيحميه، هو موظف رؤساء الأقلام وبيمون على القضاء يلي بيبت بالطعون الانتخابية، وهو مسيطر على الشبكات الزبائنية. بس مش ضروري هيك تكون. بوجه النظام المعارضة عم تحضر حاله، من أشهر بلش الشغل لخلق الجبهات وتحضير المكانات وتمويل الحملات. قدام المعارضة خيارات وتحديات جدية تقدر تخوض أفضل معركة. مش سر إنه المعارضة منقسمة على موضوع التحالفات، خاصة مع بعض الأحزاب، ومش سر إنه في تباينات بالسياسة بين مجموعات مختلفة فكرياً وسياسياً، ومش سر كمان إنه في اختلاف بكيف واحد بيتعاطى مع هالواقع، بين مين بده يحافظ على التنوع السياسي بالمعارضة من خلال لوائح مختلفة، وبيشوف الانتخابات فرصة لتعلية السقف وطرح أفكار جديدة وجريئة، ومين بفضل لائحة واحدة بيصير فيها تلاقي مع أكبر عدد من المجموعات حول برنامج مقبول ومستعد يوطي سقف خطابه ليجمع ناس أكتر. بس بيبقى السؤال الأهم، قدرت المعارضة لخلق حالة شعبية معارضة بتأمن الدعم لهاللوائح؟ فبحالة المعارضة ولا مجموعة قادرة لحالة أو مع غيرها تربح الانتخابات انطلاقا بس من عادتها الشعبية الحالية. سلاح المعارضة الوحيد اليوم هو الناس، هو خلق حالة اعتراضية واسعة تترجم حالة الغضب إلى تصويت لكسر النظام. قدرت قوى المعارضة تخلق حالة اعتراضية أو تعبر عنها، وهي حالة أكبر من كل المجموعات وما بتتلخص بلعبة الأحجام الانتخابية. الانتخابات أوسع من نهار الاقتراع، هي أشهر من الحملات والخطابات والتداول بالأعلام وبالمناطق مع أفراد وعيل وروابط وجمعيات. هيدا الأشهر هي فرصة للخروج من الساحات والدخول للضيعة والأحياء والبيوت لبناء حالة شعبية من هلأ لنهار الانتخابات. هي أشهر من المعارك، ممكن تكون أهم من نهار الاقتراع. فبوجه النظام يلي بيشوف الانتخابات كأداة حكم، الرد ما في يكون إلا بتحويلها لحالة شعبية. المعركة منا على عدد المقاعد بس، المعركة على كسر النظام، كسر سيطرة العهد على المجلس، كسر الأوهام الرئاسية، كسر حكومات التسوية، كسر فكرة إنه ما في ولا بديل، كسر هيمنة الأحزاب على طوائفها، كسر ابتزاز الطوابير والمواد المدعومة و3900 ليرة. ما ضروري نربح الانتخابات، ضروري نكسر النظام وتكسيره معركة ورا معركة.